السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أصدقاء مدينر. اليوم أصدقائي معنا هذا من اثنين باور سبلاي، هم أصدقائي باور سبلاي لحاسوب اتش بي. الاثنين نفس كل شيء أصدقائك كما ترون، هم يعني باور سبلاي سبيسيفيك خاصين بال اتش بي كما ترون. هذا المنافذ وهذا الباور آخر، نفس المنافذ أصدقائي، نفس كل شيء واضح، لكن مختلفين من الداخل. يعني في المذر بورد هناك اختلاف في التركيبة، لكن نفس الخاصيات ونفس الأمبير. حسن، سوف نبدأ بواحد، سوف نبدأ بهذا في نفس الفيديو أصدقائي، نبدأ بهذا ثم بالباور سبلاي الثاني. انتظروني أصدقائي. حسن أصدقائي الكرام، قمنا بفتح الباور سبلاي. سوف اقوم فقط بقطع هذا، يعني ماذا لا هذا حسن، هكذا يكفي، وحر فقط الكابلات قليلا. حسن اصدقائي، حسن للوهلة الاولى اصدقائي، بطبيعة الحال هناك الكثيرين عند النظر للوهلة الأولى كم معقد، معقد حقيقة معقد، لكن أصدقائي دائما عند الفحص دائما. سوف نبدأ بالنظر أول شيء، نذهب إلى مكثفات الخارج، هاهم نتثبت، هناك انتفاخة لا يوجد أي شيء. حسن، المرحلة الثانية أصدقائي سوف نذهب إلى الفيوز، سوف تقلقني قليلا الكابلات المتمسكة بالبادي. حسن أصدقائي، نذهب على وضع الديود و نذهب لفحص الفيوز. ها هو الفيوز أصدقائي، هذا هو الفيوز الأسود، هذا هو الفيوز الأسود، سن من هنا ومن هنا سيكون هذا هو المدخل، ها هو من هنا الى هنا اصدقائي. الفيوز سليم كما ترون، الفيوز سليم اصدقائي، الفيوز سليم، يعني لا يوجد لدي مشكل، يعني شورت في احد العناصر. مادام الفيوز اصدقائي سليم، الباور سبلاي عند التوصيل بالكهرباء لا يعمل، الفيوز سليم، يعني لا يوجد شورت في المصفتات او واضح أصدقائي، سيكون هناك عطل آخر. واضح العطل آخر أصدقائي، لن أطيل عليكم الفيديو. كما تعلمون بأن هذا الباور سبلاي متكون أصدقائي من اثنين من الباورات سبلاي، فلنقول هو مقسم إلى اثنين كما تلاحظون، هذا الترانسفورمتر وهذا الترانسفورمتر. هذا الترانسفورمتر الذي سيوفر لدينا 12 فولت الكبيرة، 12 فولت أصدقائي ذات الأمبير المرتفع. لو نقرأ هنا تبت حال أصدقائي، هذه ليست معلقة هكذا، يعني زينة. واضح أصدقائي، 12 فولت لدينا في مين، 12 فولت 16 أمبير ماكس، وبلاس في سي بي يو، او فلنقول هي للبروسيسور، اما هي نفسها اصدقائي، هي نفس ال 12 فولت الصفراء وال 12 فولت هذه البنيه، الصفراء والبنيه هي نفس ال 12 فولت. يعني في الاخير لدينا 12 فولت اصدقائي 16 امبير، وهي هذا الذي يوفرها هذا الترانسفورمتر. ولدينا اصدقائي هنا 12 فولت ستاند باي 1.3 امبير اصدقائي، واضح. والناقص 12 فولت يهمنا، هي عمليه تبديل الناقص، هي يوجد اي سي هي من تحول ال 12 فولت الى ناقص، لكن لا يوجد لدي ترانسفورمتر سبيسيفيك. لكن المهم لدينا اصدقائي ترانسفورمتر، هذا الذي يوفر 12 فولت 16 امبير، امبير عالي اصدقائي. ولدينا هذا الترانسفورمتر المسؤول على ستاند باي، وهو اصدقائي هذا السلك، هو البيربل،
من يخرج 12 فولت ستاند باي ذات امبير منخفض 1.3 اصدقائي، 1.3 واضح، 1.3 حصل. مادام اصدقائي الفيوز سليم، مادام الفيوز سليم يعني لا يوجد شيء بعد الفيوز، لانه لو كان الفيوز احترق هنا سوف اذهب اتفحص اصدقائي المصفتات وارى بطبيعه حال الديود والمصفات المسؤول على البوست، لانه هناك بوست اصدقائي لنرفع التيار، واضح. لكن سليم، سوف نتوجه مباشره الى الستاند باي، واضح. اعذرني على الإطالة، لكن أريد التفسير حتى نفهم ماذا نفحص أصدقائي. نذهب إلى ستاند باي. بالنسبة للستاند باي أصدقائي، ترانسفورمر ستاند باي، ماذا يوجد؟ هذا هو ستاند باي. هناك تدخل أصدقائي 400 فولت، وماذا سنجد؟ سنجد هذه الاي سي اصدقائي، اي سي معروفه موجوده في الكثير من الباور سبلاي الحواسيب، وهي عباره على تي ان ايجريك 27 او 279. هناك 279 278، هناك الكثير، يعني هي عائله، وكل ما الرقم الاخير يزداد يعني هي الوات يزداد وكفاءتها تزداد على حسب الاستعمال. حسب، سوف نتثبت أصدقائي بالعين المجردة. لو نتثبت هنا أصدقائي بالعين المجردة، أتمنى أن تكون واضحة الصورة لديكم، سوف نجد هذه المقاومة مكسورة أو محترقة، واضح أصدقائي. هذه عبارة على مقاومة أصدقائي، مقاومة صفرية، أو فلنقول مقاومة منخفضة الأم، منخفضة جدا أصدقائي، وهي تمرر الفولت. هي يا أصدقائي، يأتينا الفولت من هنا عبر جامب فقر، يأتينا الفولت عبر هذا الجامب، ومن ثم يذهب هكذا يمر عبر هذه المقاومة ويذهب إلى الترانسفورمر، وبدوره الاي سي هذا ماذا؟ هذا الماينس يذهب عن طريق هذا الجامب ويذهب الى الاي سي، واضح اصدقائي. يذهب الى الاي سي، يعني الاي سي ستوصل السالب، الاي سي هي ستقوم بتوصيل السالب الى الترانسفورمر، والموجب موصل الى الترانسفورمر مباشره عبر هذا الجامب، ومن ثم هذه المقاومه تذهب الى هنا. هذه مقاومه صفريه او مقاومه قريبه للصفر اصدقائي. حسن، سوف نفحصها لنرى هل هي ممرة أم لا. لا أصدقائي، لا تمرر. سوف نقوم بنزعها. سوف قبل زاد أصدقائي قبل نزع أريد فحص الأي سي. الأي سي أيضا شورت أصدقائي. هي أصدقائي أي سي متكامل، واضح، أي سي متكامل نغذاها وتقوم بالتقطيع وكل شيء. حسن، إذا سوف أقوم بنزع المقاومة ونزع أي سي. حسنا أصدقائي الكرام، عدنا. الاي سي هاي
هي أصدقائي تي ان جريك 27.9. حسن، بالنسبة لأصدقائي للمقاومة لم أجد مثل هذه المقاومة للأسف. هي أصدقائي هذه المقاومة المحترقة كما ترون، براون بلاك. هذه أصدقائي هي عبارة على 1 أوم، واضح 1 أوم هذه أصدقائي. حسن، لقد وجدت هذه أصدقائي، هذه ستفي بالغرض. هي صحيح ليست 1 أوم، هي أقل، سوف أقيسها. نضع التيست على الأوم، هي أصدقائي هكذا على الأوم، نفحصها. هي عبارة على 0.8، قريبة ل1 أوم أصدقائي. حسن، 0.2 الفارق. حسن، لا يهم، سوف نقوم بتركيب الاي سي. الاي سي مركبة، المقاومة اصدقائي قمنا بتركيبها، نظفنا المكان. الان اصدقائي سوف نقوم بعمل اول تجربة، سوف اعيد المذر بورد الى مكانها او لوحة الباور الى مكانها. كل شيء مضغوط في هذه الباور أصدقائي. وهناك من سيسأل أين بقية الفولتيات، يعني 5 فولت و3.3 أريد أصدقائي أن أخبركم بأنه هذا النوع من الحواسيب استغنى، لقد تم الاستغناء على 5 فولت و3.3 من الباور. واضح أصدقائي، تم الاستغناء عنها. وماذا بماذا عوضوها أصدقائي؟ هناك 12 فولت، هذا يمد 12 فولت فقط، لكن المذر بورد أصبح فيها محولات دي سي دي سي، هي من تقوم بأخذ 12 فولت تحويلها إلى 5 وتحويلها إلى 3.3. هناك 2 محاولات رئيسية دي سي دي سي. واضح أصدقائي، وهذا أيضا ما سبب في الكثير من المشاكل في لوحة يعني ماذر بورد الحواسيب أصدقائي. واضح، لأنه أصبحت فيها دي سي دي سي، يعني هناك أصبحت مشاكل أخرى. واضح. الآن أصدقائي سوف نقوم بالتوصيل بالكهرباء، نفحص جيدا لا يوجد لدينا اي التصاق لاحد الكابلات. هذا جيد، هذا جيد، هكذا. الان اصدقائي هذه اول تجربة، فلنقول نأتي بالكهرباء، نوصل هذا اصدقائي هكذا، ونقول بسم الله، ونوصل الكهرباء ان شاء الله خير. وصلنا اصدقائي الكهرباء. الآن سوف نفحص بطبيعة الحال ال 12 فولت ستاند باي، نضع على الدي سي هكذا، هكذا أصدقائي على الدي سي، ونفحص ال 12 فولت ستاند باي، وهي سوف تكون الأسود والبيربل، والبيربل. وهنا أصدقائي كما ترون تقريبا 12 فولت ستاند باي موجود. الان سوف اوصل هذا على الاسود،
وهذا على الأصفر، هكذا زقاي. والآن سوف أقوم بتشغيل الباور سبلاي. بطبيعة الحال بالنسبة لتشغيل الباور سبلاي نوصل أصدقائي هذا الأخضر يسمى البي اس اون مع الجي ان دي أصدقائي الأسود، يعني أي طرف يكون جي ان دي. كما ترون أصدقائي اوف، المروحة توقفت. الآن اون مرة أخرى، الباور سبلاي يخرج 12 فولت وهي المروحة تدور، تسمعون صوت المروحة. واضح أصدقائي؟ الآن هذا الباور سبلاي لقد أصدقائي تم تصليحه. A few moments later. هذا هو أصدقائي الباور سبلاي الثاني. أنا كنت أستطيع أن أعملهم في كل واحد في فيديو أصدقائي، لكن لماذا لا؟ سوف نقوم بعمل في فيديو واحد ومشاهدة ممتعة للجميع. هذا أصدقائي مفكوك مسبقا، لأنه يعني الذي أرسلهم الصديق الذي أرسلهم لي لقد قام بفكهم للفحص. بطبيعة الحال إذا وجد مكثف أو فيوز سيقوم بالتغيير، لكن الأمر معقد أكثر من هذا. كما تلاحظون أصدقائي هذه مختلفة في الديزاين أو الهندسة الداخلية، مختلفة تمام، واضح مختلفة أصدقائي، لكن نفس الشيء هنا 12 فولت و 12 فولت ستاند باي أصدقائي. حسن حسن، هي مفصولة. لم يقوم بالفحص، كلها غبار، لم كما توقعت. حسن، المدخل هذا الفيوز هو الأسود. سوف نبدأ بالفيوز الأسود، هذا هو هنا. نضع الملتيميتر على الدي سي، عفوا على البازر. نفحص الفيوز، بسم الله. هذا هو الفيوز، هذا الفيوز ممرر أصدقائي. بطبيعة الحال إذا كان الفيوز ممرر لن يكون يعني مشكل في أحد العناصر الأخرى أصدقائي، بنسبة كبيرة يعني، ها نسبة كبيرة لن يكون. سوف نتوجه أيضا إلى نفس المكان من هذا. ظننت بأنه سلك مقطوع لكن هو سيليكون. حسن أصدقائي، نتوجه إلى دائرة الستاند باي، هي هي دائرة الستاند باي. كالعادة هذا الأي سي تي أني جريج أصدقائي، هي هو صديقنا. حسن، سوف نذهب لفحصه ونرى إن كان به شورت أم لا. أين هو؟ هذا هو، ها هو أصدقائي، هذا مقطابه. يتثبت إن كان فيه شورت. لا يوجد أصدقائي، لا يوجد به شورت، لا يوجد به شورت. لا يوجد به شورت، يعني هنا سيكون لدينا مشكل اخر. طب حال اصدقائي يعني انا سبقتكم بالفحص، وصلت بال 220 فولت وفحصت الستاند باي ولا يوجد يعني لا يشتغل. حس ننتقل الى المرحلة الثانية، من ممكن تكون هو السبب. السبب الثاني اصدقائي هو من الممكن ان يكون هذا الترانسفورماتر، هذا يعني كل شيء صغير بالكاد أستطيع الرؤية، بالكاد من هنا بالكاد أصدقائي أستطيع الرؤية. حسن، هذا أبحث على هذه الأقطاب،
ماذا يوجد لدينا هنا؟ نذهب بهذه الأقطاب أصدقائي نفحصها. شورت، ما هذا أصدقائي؟ هذه عبارة على ديود، ديود الخارج، ديود الخارج أصدقائي شورت. سوف أضع قليل من الفلاكس. نفحص هذه الديود لنرى. هي يا أصدقائي الديود نفحصها. هنا هي هكذا كما تلاحظون شورت أصدقائي، الديود شورت كما توقعت. دائرة الستاند باي أصدقائي المشكل الآن هو شورت في هذه الديود أصدقائي. حسن، سوف نغير الديود أصدقائي وإن شاء الله خير. حسنا أصدقائي الكرام، عدنا. هي هي، سأقوم بتغييرها بواسطة هذه الديود. هي هي الفوكس، الفوكس ها بالاس بي 560، واضح أصدقائي. وهي ديود 5 أمبير، هذه إلى غاية 100 فولت، 5 أمبير 100 فولت. والديود أصدقائي التي كانت موجودة ام بي ار 3100. حسن، ام بي ار 3100. لو نلاحظ هنا اصدقائي ماذا قلنا على الستاند باي؟ 12 فولت ستاند باي 1.3 امبير، واضح 1.3 امبير، وهذه 3 امبير، واضح أصدقائي. يعني لا يوجد فارق كبير، واضح أصدقائي، لا يوجد فارق ما بين 1.3 و 3 أمبير، واضح. بطبيعة الحال إذا بطبيعة الحال أصبحت البيئة سخنة قليلا سوف تقل الكفاءة أصدقائي. لذلك أعتقد بأنه لذلك السبب هي احترقت، لأنه في العادة في الباور سبلاي، في الباور سبلاي أصدقائي لا أعلم، باور سبلاي قمنا بتصليحها لحظة واحدة. انظروا أصدقائي كما توقعت، هذه باور سبلاي القديمة، هذه أقدم، هذه أحدث، هذه القديمة أصدقائي. انظروا إلى الديود المشغولة في ستاند باي، ترانسفورمر ستاند باي، عبارة على ديود شوتكي دابل، ديود شوتكي دابل مع هذا المبرد الهوائي، رأيتم أصدقائي؟ يعني هذا أمبير أقوى، واضح. دابل يعني عبارة على 3 أمبير 3 أمبير، عبارة على 6 المجموع، وكما تلاحظون مع هذا المبرد، رأيتم؟ فالموديل الأحدث ماذا قاموا؟ قالوا لماذا سنضع تلك الديود المكلفة؟ سنضع هذه الديود 3 أمبير فقط، فاحترقت. رأيتم أصدقائي كيف المصنع في أصبح يفكر في المادة يعني قبل كل شيء، قبل كل شيء أصدقائي، حقيقة شيء مؤسف، مؤسف. سوف نقوم أصدقائي بتركيب هذه الديود. قليلا بقليل من الكحول،
لأن أصدقائي كما تعلمون بالنسبة بالأخص إلى الديودات أو أشباه المواصلات، أشباه المواصلات عند تركيبها قبل التجريب يجب أن تقوم بتبريدها أصدقائي، يجب الحرص، الحرص ثم الحرص، لأن أشباه المواصلات في الحرارة سوف تلك الجونكسيون سوف أصدقائي تنخفض، وإذا انخفضت تلك الجونكسيون عبارة وكأنه لدينا شورت أصدقائي، واضح؟ لذلك نصيحة أو نصيحة اليوم، أنا سوف في كل فيديو سوف أقوم بعمل نصيحة، نصيحة اليوم أصدقائي حسن إليهم. دائما عند تبديل أشباه الموصلات الديودات المصفتات على الاي جي بي تي إلى آخره أصدقائي الترانزستورات، دائما الانتباه يجب أن تبرد، واضح؟ بالأخص أشباه الموصلات يجب أن نحرص على أن تكون باردة حتى تلك الجونكسيون ترتفع وترجع إلى معدل إلى رقمها أو القراءة الأصلية أصدقائي، واضح؟ حسنا، الآن سوف نقول بسم الله الكهرباء أصدقائي، مرة أخرى نوصل الكهرباء، نضع هكذا، نقول بسم الله ونوصل التيار، بسم الله، نأتي بالمالتيميتر، نضعها على الدي سي، وكالعادة نذهب إلى ال 12 فولت ستاند باي، أصدقائي، الأسود والبربل. كما تلاحظون هي حوالي 12 فولت أصدقائي، كالعادة سوف نضع على الأصفر والأسود، أعذروني، الأصفر والأسود، وأصدقائي الآن نقوم بعمل توصيلة في الأخضر، هذا الأخضر مع الجي ان دي، ونراقب أصدقائي الفولت ونراقب أيضا المروحة، بسم الله، كما تلاحظون المروحة تدور هي، و 12 فولت الأصلية لقد خرجت، أوف، أون مرة أخرى. واضح أصدقائي، لقد قمنا بتصليح اثنين من الباور سبلاي، واحدة كان بها أصدقائي اي سي المتكامل عبارة على موسفت وأوسيلاتر وهو من عائلة تي ان إجريج ومقاومة أصدقائي شبه صفرية المتصلة بالترانسفورماتر، وبالنسبة للثاني قمنا بتغيير الديود المسؤولة على توحيد التيار في مخرج ترانسفورماتر أصدقائي ستاند باي. أتمنى أن يكون الفيديو طويل ويكون فيه كثير من المعلومات التي تفيدكم أصدقائي، وشكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء، ولا تنسوني أصدقائي بالدعم بكومنتير جيم وبارتاج أو نشر الفيديو أصدقائي، شكرا وإلى اللقاء.